السلام علیکم سامعین، 3 شوال المکرم اور 13 اپریل ہے۔ آج کی خبروں کی شروعات مدرسہ تجوید القرآن دیوبند کے محتمم قاری محمد آصف کی تلاوت کلام پاک سے کی جا رہی ہے۔ یہ آپ کی نماز فجر کی تلاوت ہے، ساتھ ساتھ اس میں قنوت نازلہ ہے۔ جب بعد میں قنوت نازلہ آئے گی تو سامعین آمین آمین کہتے رہیں۔ Shout out.
فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سنفرغ لكم أيها الثقلان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فإذا انشقت السماء والأقدام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، يطوفون بينها وبين حميم آن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ الله أكبر. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك.
اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم فارق بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. الله أكبر.